استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم مساء يوم أمس في قصر الصخير المهنئين من أهالي محافظة العاصمة، وذلك في إطار حرص جلالته على التواصل والالتقاء مع المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وفي بداية اللقاء تشرف الجميع بالسلام على جلالته معربين عن أصدق التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات إلى المقام السامي لصاحب الجلالة بهذا الشهر الفضيل، متوجهين بالدعاء إلى الله جل جلاله بأن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية، وأن يحفظ جلالته ذخرا وسندا وعزا للمملكة وشعبها الكريم، مثمنين ما تحظى به محافظة العاصمة من رعاية واهتمام من جلالته حفظه الله، وحرص مستمر على تلبية تطلعات واحتياجات أهاليها الكرام. وقد رحب جلالة الملك المعظم رعاه الله بالجميع شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الطيبة وهنأهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيدا جلالته بدور رجال ونساء محافظة العاصمة في بناء نهضة البحرين وإسهاماتهم المشهود لها بكل اعتزاز على امتداد تاريخ الوطن في كافة المجالات التنموية. ونوه حفظه الله بما لشهر رمضان الكريم من فضائل خصه الله تعالى بها تتعزز من خلالها قيم التواصل والتآلف والتراحم وتبادل الزيارات الأخوية من خلال المجالس الرمضانية التي امتاز بها أهل البحرين عبر تاريخهم العريق، مضيفا جلالته أن من أهم دعائم نهضتنا الوطنية هو ما يجمع أبناء البحرين الكرام من حب الخير والتكافل فيما بينهم بأفضل صوره، فهو نابع من ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا العريق. وأكد جلالة الملك المعظم بأن المواطن البحريني سيبقى دائما محور التنمية وأساسها، وأن المملكة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين على مختلف المستويات، كما أننا نعتز بشعب البحرين الوفي لما يتميز به من وعي وحماس لخدمة وطنه وتطوره وتعزيز مكانته بين الدول، داعيا الباري جلت قدرته أن يجعل شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة على الجميع، وأن يديم نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار على المملكة وشعبها. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء في هذه الأيام المباركة حرصاً منكم يا صاحب الجلالة على ترسيخ نهج التواصل والتآلف بين الجميع في وطن الجميع. وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابة عنهم السيد تقي محمد البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، باسمي وباسم أهالي محافظة العاصمة نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. أعاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
لقد أضحى لقاء جلالتكم السنوي مع أهالي محافظة العاصمة موعداً تتلهف إليه القلوب مع مقدم الشهر الفضيل في مشهد وطني تمتزج فيه مشاعر المحبة والتكاتف والانتماء والولاء والعرفان، وصورة تختزل معاني الوفاء والتلاحم بين قائد مسيرتنا المباركة وأبناء شعبه الأوفياء. فلكم منا يا صاحب الجلالة عظيم الشكر وبالغ الامتنان على شرف اللقاء وكرم الاستقبال الذي عهدناه دوما من جلالتكم حفظكم الله. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن هذا اللقاء الميمون يعد فرصة نستحضر فيها مسيرة الإنجاز التي تحققت منذ تولي جلالتكم مقاليد الحكم، حيث كان مشروعكم الإصلاحي الشامل أولى لبنات هذه المسيرة المباركة. ومنذ ذلك اليوم أصبحت البحرين رائدة وآخذة بزمام المبادرة في العديد من خطوات التغيير والتطوير في كافة مناحي الحياة، لنشهد مكتسبات ومنجزات كبيرة متلاحقة على مختلف الأصعدة. واليوم نقف بكل فخر واعتزاز لنلامس التقدم والتطور في شتى المجالات التنموية من خلال المشروعات التي تم تدشينها وتنوعت بين القطاعات الإسكانية والتنمية الحضرية، ومن خلال المشروعات والصحية والسياحية وغيرها من المجالات، والتي تحققت بفضل من الله ثم بإرادة قائد حكيم يحمل رؤية مستنيرة لتنمية وطننا الغالي، وبدعم مستمر من حكومتكم الرشيدة، وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ترجمت الأهداف والرؤى الملكية السامية لجلالتكم وحولتها إلى واقع يعيشه أبناء هذا الوطن أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لم تقتصر مسيرة جلالتكم المباركة على تحقيق نواحي التطور والتنمية المستدامة التي يعيشها المواطن والمجتمع البحريني في مختلف مجالات الحياة وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة، بل تجسدت عظمتها كذلك في إعلاء وإرساء القيم السامية والمبادئ والأسس الإنسانية. ففي خضم ما يشهده العالم في يومنا هذا من تعالي أصوات التطرف والدعوة إلى الفرقة، أتت رؤيتكم المستنيرة بالسير على نهج ترسيخ السلام وقيم التسامح والتعايش، وفقاً لقناعة جلالتكم الراسخة بأنها السبيل نحو النهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي. فكان لاستقبال جلالتكم
قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هنا على أرض المحبة والتعايش والسلام، ورعايتكم الكريمة لفعاليات ملتقى البحرين للحوار حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، الرسالة الواضحة للعالم قاطبة بأن البحرين كانت وستظل مهد السلام وملتقى الثقافات وموطن التسامح والتعايش والمحبة. كذلك دعوتكم الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتحريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، والذي تبناها الاتحاد البرلماني الدولي من خلال إعلان المنامة، فهنيئا لنا بقائد أعلى القيم الإنسانية وأبرز معاني ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات. سيدي حضرة صاحب الجلالة، ولا يفوتنا أيضا جميعا أن نثني على الدور الذي تطلع به محافظة العاصمة في التواصل الفعال بين المواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم على أرض الواقع وتنفيذ المبادرات الرائدة التي تصب في تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى المعيشة، ومن أبرزها برنامج المدن الصحية وأسبوع المنامة لريادة الأعمال ووثيقة العمل التطوعي ومشروع العاصمة الخضراء. كما نشهد في هذا الصدد بمتابعة وتوجهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله للمحافظين بتعزيز التواصل بين المحافظات والمواطنين لتحقيق الأمن المجتمعي وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر وأن يديم عليكم منفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة، مؤكدين لجلالتكم أن أهالي المحافظة لما ما تزال على العهد يبادلونكم الحب والولاء والإخلاص والطاعة. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بكم ترتجي البحرين إعلاء شأنها وأبناؤها درع لكم وجنوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع قصيدة شعرية يلقيها الشاعر محمد هادي الحلواجي. السلام عليكم. قفا نبدي التحية والسلام، قفا نبدي التحية والسلام لمن أحيت أبوته الوئام، لمن ملك القلوب بنبل طبع وطيب فاق في الطيب الخزامى، ومن أحيت سماحته قلوبا
عليها الدهر بالأزمات ضاما، ومن مسحت يداه دموع ثكل، ومن غطت عباءته الأيام، ومن بظلاله ابتسمت وجوه عليها الحزن خيم واستدام، حنانا منه قد أبدى حنانا، ومر اليتم قد أنسى اليتامى، ومن ضاءت بحكمته الليالي، ومن ضاءت بحكمته الليالي، ومن قشعت مكارمه الظلامى. أبا سلمان لم أنطق جزافا ولا نمقت عن جهل كلاما، فلولا أنت ما نطقت حروفي ولا انتظم القصيد ولا استقاما، ولولا أنت ما سطرت بيتا رقيق الحرف ينتظم انتظاما، لأن الشعر يبحث عن بريق ينير له الطريق إذا تعامى، ويعشق كل من بلغ المعالي، ويعشق في مسيرته الكرامى. ولست أرى سواك إذا ادلهمت طريق الشعر أو صعبت مراما، لأنطق ما أشاء من المعاني وأختصر الطريق وإن تراما، كأني قد اتخذت بها ركوبا وصيرت الحروف لها لجاما، وصيرت القصيد بساط ريح أطير عليه بدءا واختتاما، وإن صعبت علي ذكرت فعلا كريما منك قد بلغ السناما، وكي تنقاد لي طوعا وتلقي إلي سحاب قافية تهاما. بكم يا سيدي يزدان شعري، بكم يا سيدي يزدان شعري، وباسمكم اتخذت به وساما، وباسمكم لبست وشاح فخر، وصرت بشعر حبكم إماما، وأطرب كلما أنشدت شعرا بحبك منه أسكرت المداما، شربت بحبكم كأس القوافي، شربت بحبكم كأس القوافي، وكأسا قد سقيت بها الندامة، وأخرى قد شربت بها قليلا لأقفو بعض آثار القدامى، لأني قد عرفتك بحر جود متى ما يأته العاني تطاما، يمينا في يمينك ألف بحر بموج الجود تلتطم التطاما، فجد يا سيدي لفتا بقرب تعلق في محبتكم وهاما، فجد يا سيدي لفتا بقرب تعلق في محبتكم وهاما، عرفتك يا أبا سلمان قلبا كبيرا قد حوى همما عظاما، ورأيا فيصلا في كل أمر تحاكي حد شفرته الحسامى، وميزانا إذا ما اختل أمر لفعل الخير يحتكم احتكاما، وحسنا كلما طرقت خطوب لهيبته الصعاب غدت لماما، فبشرى بالصيام وشهر صوم كريم عم بالبشر الأناما، فنعم العبد من بسطت يداه به وبليله أحيا القيامة، وبادر للفضائل غير وان ولم يسرف وكان به قواما، وتهنئة أخص بها هماما، ولي العهد من حفظ الذماما، أبا عيسى الذي شخصت إليه عيون الناس حبا واحتراما، ومن جارى بهمته المعالي ولم يشك التململ والسؤاما، ومن دانت له العسرات حتى بهمته أذل له النهاما، وأخرى قد زففت بها التهاني لناصر من بهمته تسامى، فتى جاز الطموح
فحاز نصرا له العلياء قد ألقت زماما فدمت لنا أبا سلمان ذخرا ودرعا رد عادية وحاما ودام لنا بظلكم أمان وللبحرين كل الخير داما ودام لنا بظلكم أمان وللبحرين كل الخير داما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تشرف سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المعظم باسم أهالي محافظة العاصمة. وبهذه المناسبة رفع سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نيابة عن كافة أهالي المحافظة أسماء آيات الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه على تفضله باستقبال أهالي محافظة العاصمة، وذلك لتهنئة جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى العلي القدير أن يعيده على جلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأعرب سعادة المحافظ عن فخر واعتزاز أهالي محافظة العاصمة بالاستقبال الذي حظي به جمع من الوجهاء والأعيان وأبناء المحافظة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جريا على عادة جلالته السنوية في لقاء أبناء شعبه الكرام في مختلف المناسبات في صورة تعكس أجمل صور الترابط والتلاحم بين قائد المسيرة المباركة وأبناء هذا الوطن الغالي. وأكد سعادة المحافظ أن ما تشهده محافظة العاصمة وعموم مملكة البحرين من تقدم وازدهار مستمر يأتي بفضل اهتمام ومتابعة وتوجيهات جلالته بتوفير كافة الخدمات الأساسية وفق رؤية حكيمة ومتبصرة ولتحقيق النجاح والتميز والريادة والتنمية المستدامة. وما نراه اليوم على أرض الواقع من تطور وعمران وازدهار هو النتيجة المباشرة لتلك الجهود والتوجيهات والمتابعة، حتى أضحت البحرين اليوم نموذجا يشار إليه بالبنان ومثالا للتقدم والتطور. مضيفا سعادته أن هذا اللقاء يعد فرصة لأهالي محافظة العاصمة لتجديد العهد والولاء والبيعة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وللتأكيد على التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء هذا الوطن الغالي، وبأن كل أبناء شعب البحرين الوفي يقفون بنيانا مرصوصا خلف جلالته أيده الله، داعمين لمشروع جلالته الإصلاحي من أجل حاضر مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.